صالحي تحت المراقبة، نفذت الركنية، ضربة رأسية والهدف، الهدف الثاني، هدف قاتل، هدف قاتل للرجاء. محمد الحاج هدف قاتل للرجاء في الأنفاس الأخيرة. إذن جوج ديال المدافعين، جوج ديال المدافعين انقذوا فريق الرجاء في مناسبتين. هدف التعادل عن طريق اللاعب اسماعيل بن المعلم، وهدف الفوز في الأنفاس الأخيرة، وقت قاتل في الأنفاس الأخيرة من المباراة. الحاج يهدي الفوز لفريق الرجاء البيضاوي. ما أصعبه هدف بالنسبة للاعبي فريق الدفاع الحسني الجديدي لاستمتع كثير خلال هذه المباراة، إنما وقع نوع من التراجع على مستوى وسط الميدان، تراخي على مستوى وسط الميدان، هو اللي استغلوا على نحو جيد فريق الرجاء البيضاوي، والتغييرات أيضا اللي قام بها